سيدي، قلت له ما أمرتني به، لكن قال لي بأنه لن يسلم القلعة. إذن سيلقى مصيبته. إن شاء الله أم هيمة، إن شاء الله. ماذا رأيت هناك بامسي؟ سيدي، لم ينتهوا من التحضيرات حتى الآن، ولا تزال الأسوار ضعيفة جدا. السور من جهة الباحة لم ينتهي بعد، لهذا خمنت بأن الجهة المقابلة ضعيفة. حين دخلت القلعة رأيت بأن الأسوار الجنوبية تبنى بسرعة. هذا جيد، وجه الفرسان إلى الأسوار الجنوبية، وإن كان هناك ثغرة ما فعملنا سيسهل. سأفعل المطلوب. بأمرك سيدي. حسنا، بالإذن. أريس يتخذ التدابير. ترى ما أحوال القبيلة الآن؟ هل انتهت تحضيراتنا؟ إن قسما من فرساننا يحرسون المخيم، وقسم آخر يعملون في مشغل الحدادة. السيوف والدروع والرماح التي طلبتها جاهزة، وسيداتنا وعجائزنا يقومون بمساعدتهم. هذا جيد، استمروا في تجهيز الطعام حتى ونحن في المعركة. كما تريد بني، لا داعي للقلق. حملنا الأقمشة وأرسلناها مع المراهم من أجل الجرحى، وأصبح هناك الكثير منها عندهم. ليستمر من بقي في القبيلة بصنع السلاح، وأي شيء ينقصهم إن كان الحديد أو الفحم أحضروه لهم. لن أقبل بأي أعذار سيد أرتوك، وإن لزمكم المال فخذوه من موارد سوق الخان. الأمر لك سيدي. لا تنسوا، النصر لا يتحقق لمن يحارب العدو بصدره فقط، بل يتحقق بمن يقفون خلفهم أيضا. لهذا السبب هناك عمل كبير ستفعله السيدات، وإن لم يقمن بأعمالهن سيبقى الفرسان دون طعام ومن دون سلاح، وجراحهم لن تشفى، وهكذا فإن النصر لن يتحقق. ليكن الله في عونكم. آمين. هل تسمح لي سيدي؟ تعال. سامسا ألب أرسلني، قال إن السيد بهادير سيسلم المجانيق صباحاً، وأنه بإمكان السيد أرطغرل أن يأتي ليراها. شكراً لك. ما شاء الله سيدي، بهادير أنهى العمل في الوقت المحدد. إن شاء الله سيترك الطريق الخطأ ويدخل الطريق الصحيح. نحن نعطي الفرصة لكل شخص ليقوم نفسه حليمة، لكن الأهم أن يسير في الطريق الصحيحة دون رجوع. رأى بعينيه ماذا حل به حين سار في هذه الطريق المعوجة، وبعد الآن إن لم يسر في طريقنا نحن فسيحاسب. هل الأخبار جيدة؟ كيف ستكون سيئة والأتراك مستعدون لأن يسحقوا بعضهم؟ ما الألاعيب التي تقوم بها يا أريس؟ يجب علي أن أعلم بها. أين هو أريس؟ في غرفتك وهو جالس ينتظرك. فلنذهب. شكراً لك. غوندوز قد صنع لكم اليوم سهاماً بيده. هو لن يستطيع الذهاب إلى المعركة، لكنه يريد أن يقتل عدوكم بالسهام التي صنعها بنفسه. هات السهام التي صنعتها لأرى جودتها. هل
ما شاء الله. اجلس هنا. الثعلب من الثعلب والذئب من الذئب. أولادي سيصبحون شجعانا كجدهم إن شاء الله. إن شاء الله أرطغرل، فليبارك الله في معارككم، وليكن سيفك ذو الفقار ويقتل العدو. شكرا حليمة. وما سيف ذو الفقار يا أبي؟ ذو الفقار هو سيف سيدنا علي رضي الله عنه. وكيف يكون شكله أبي؟ انظر بني، سيدنا علي هو بطل وشجاع، وذو الفقار هو اسم السيف الذي أعطاه إياه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ذلك السيف قويا جدا إذن، صحيح؟ نعم إنه قوي، وقد كان أقوى سيف يمكن أن تراه في حياتك. إن له طرفان، أحد أطرافه يمثل العلم والآخر يمثل العدل. المسلم يرفع السيف لأجل العلم والعدالة، فالعدالة للناس والعلم لكي ينير به العقول. ولهذا ندعو أن يكون سيفنا كذو الفقار قبل أن نذهب إلى المعارك، ونرجو الله أن يكتب لنا حمل العلم والعدالة إلى الأماكن التي نغزوها. إذن فليكن سيفكم جميعا ذو الفقار يا أبي. شكرا يا بني، شكرا لك. هيا اذهب إلى الفراش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.